مساكم الله بالخير مشاهدينا الأعزاء، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج استديو البجيرة. هذا البرنامج اللي نسلط الضوء من خلاله على أبرز الفعاليات والأحداث داخل إمارة البجيرة وخارجها، ونتعرف أيضا إلى قصص ضيوفنا الملهمة من مختلف المجالات والاختصاصات. وكالعادة مشاهدينا الأعزاء، نبتدي فقراتنا معاكم لهذه الحلقة مع أخبار دار السعادة، وبعدها نروح معاكم لفقرة ترند في دار السعادة، نلقي الضوء على أهم الترندات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أما في فقرة حديث البجيرة، بكلنا وقفة مميزة مع نجاح مواطن من إمارة البجيرة الحبيبة بزراعة شجرة الكاكاو. وفي فقرة متميزون، راح نتعرف على مسيرة فنان صاحب مسيرة بالفعل فنية مليئة بالإنجازات والنجاحات. مشاهدينا كالعادة، نحن بانتظار تفاعلاتكم وآراءكم في مختلف مواضيعنا وفقراتنا المتنوعة، وذلك من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بتلفزيون البجيرة عبر هاشتاغ استديو البجيرة. لكن الحين خلينا نروح معاكم ونتعرف على آخر المستجدات في فقرة دار السعادة. مشاهدينا، بداية من إمارة البجيرة، حيث نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة البجيرة ورشة تدريبية بعنوان إدارة التغيير في عالم متغير، سعيا منها إلى تطوير بيئة العمل واهتماما أيضا بدور الموظف في تقديم الخدمات بشكل أفضل. حيث شهدت هذه الورشة حضور عدد من موظفي الجهات الحكومية في إمارة البجيرة. مشاهدينا، تفاصيل أكثر عن هذه الورشة وأيضا أهدافها، سعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذة بدرية العبدولي، رئيس قسم التدريب والتطوير في دائرة الموارد البشرية بحكومة البجيرة، ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير معا. نتعاون مع دائرة الموارد البشرية في عمل مجموعة من الورش للتطويرية، والنهاردة ورشتنا هتكون عن إدارة التغيير في عالم متغير، حيث أن التغيير أصبح سمة العصر وكل الجهات تستعد له، والفجيرة مقبلة على عملية تغيير وتطوير إداري كبيرة. فالنهاردة بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية هنعمل نوع من أنواع تطوير وتثقيف موظفي حكومة الفجيرة لتعلم إزاي التعامل مع التغيير وإدارة التغيير وآلياته، وهتكون ورشة شاملة لأدوات ومنهجيات حديثة لإدارة التغيير. الورشة تفاعلية، احنا بنستخدم فيها نظام منتيميتر بحيث الناس هيعملوا تصويت وهم قاعدين، هيكون مثلا أسباب مقاومة التغيير، فكل الناس هتعمل تصويت على أكثر الأسباب، وبعد كده نشرح لهم إزاي آليات العمل. من الجيد من الأمر أن احنا هتبقى عبارة عن فرق عمل، وكل فرقة هنحط لهم مشكلة معينة ويبدأوا يستخدموا الأدوات اللي هياخدوها علشان يقدروا يطبقوها في مجال عملهم، بحيث أنه يكون في متابعة أنه ده قابل للتطبيق في مجال عمل. احنا البداية عندنا من الجهات الحكومية اللي هي أوريدي بتغطي كافة، بتتعامل مع كافة القطاعات. وطبعا هو في النهاية الفكرة في التطوير الاقتصادي للإمارة اللي مبني على التطور الإداري والتطور الثقافي بشكل عام، فبالتالي أنه كل القطاعات هتستفيد منه بشكل مباشر. مشاهدينا، تفاصيل أكثر عن هذه الورشة التدريبية تنضم إلينا عبر الهاتف مباشرة الأستاذة بدرية العبدولي، رئيس قسم التدريب والتطوير في دائرة الموارد البشرية بحكومة البجيرة. مساك الله بالخير أستاذة، وحياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. يعطيكم العافية وشكركم استضافة. العفو. سعيدة أني معكم اليوم للحديث عن ورشة إدارة التغيير في عالم متغير، اللي تعتبر من المبادرات الهامة في الوقت الحالي حسب توجهات دولة الإمارات. يعطيكم العافية. أستاذة بدرية، بداية حدثينا عن تفاصيل هذه الورشة التدريبية في إدارة التغيير في عالم متغير. نعم، ورشة إدارة التغيير في عالم متغير عقدت بتاريخ 26 سبتمبر بفندق البحر، بتنظيم من دائرة الموارد البشرية حكومة البجيرة، طبعا بالتعاون مع مؤسسة إداء للتطوير المهني والمؤسسي. استهدفت الورشة 71 موظف من مختلف الجهات الحكومية في إمارة البجيرة، ضمنت جلسات تفاعلية
حول استراتيجيات إدارة التغيير وتعزيز المرونة داخل المؤسسات، وكذلك كيفية التعامل مع مقاومة التغيير. يعطيكم العافية. أستاذة بدرية، أيضا ما الأهداف اللي سعيتم لتحقيقها من خلال هذه الورشة التدريبية؟ طبعا أهداف الورشة كانت متعددة، ونقدر نقول أن أبرز هذه الأهداف هو تعزيز فهم المشاركين لأهمية التغيير ودور هذا التغيير في تحقيق النجاح المستدام. وأيضا كانت الورشة حريصة على تزويد المشاركين بأدوات وتقنيات حديثة لإدارة التغيير، وضحت أسباب فشل جهود التغيير وكيفية تجاوزها، وسلطت الضوء أيضا على صفات مدير التغيير الناجح وكيف ممكن للموظفين والقادة تطبيق هذه المهارات في مؤسساتهم. صحيح. أيضا أستاذة بدرية، كان هناك العديد من المحاور، ونقول أيضا المناقشات والمواضيع اللي تم تناولها في هذه الورشة، لو تحدثين أكثر عنها وكيف كان تفاعل الموظفين مع هذه المحاور وأيضا المواضيع؟ نعم، تناولت الورشة طبعا عدة محاور رئيسية، منها مفهوم التغيير وأبعاده، أسباب فشل التغيير، وتم استعراض النموذج الثماني لإدارة التغيير. كان تفاعل الموظفين مميز بصراحة، كان في اهتمام كبير بالمحاور المطروحة، خاصة فيما يتعلق بكيفية تطبيق تقنيات إدارة التغيير داخل مؤسساتهم. تبادلنا الأفكار والخبرات عن كيفية التغلب على مقاومة التغيير، والحمد لله أضاف قيمة كبيرة للورشة. يعطيكم العافية أكيد أستاذة بدرية على هذه الجهود المبذولة لتطوير وتغيير أيضا الموظفين، وخاصة في الدوائر الحكومية، إلى الأفضل. كل الشكر لك على هذه المداخلة الأستاذة بدرية العبدولي، رئيس قسم التدريب والتطوير في دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة. شكرا لك أستاذة، ويعطيك العافية. الله يعطيك، حياك الله. مشاهدينا، وما زلنا في إمارة الفجيرة وإلى إنجازات أخرى، حيث شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة حفظه الله حفل تخريج 374 طالبا وطالبة من كليات التقنية العليا في إمارة الفجيرة دفعة العام 2024 تحت شعار تمكين العقول صناعة المستقبل، والذي أقيم أمس في قاعة البيت متوحد بإمارة الفجيرة. تفاصيل أكثر رح نتعرف عليها معاكم ضمن هذا التقرير. الحمد لله بعد هذا التعب اللي ما كنا نتعب عشانه، ان نحقق الحلم اللي كنا نبالي، وان شهاده البكالوريوس والهندسه الكهربائيه من كليات التقنيه. سبب اختياري الكليات التقنيه لاهتمامها بالطلاب واهتمامها وتجهيزها حق العمل في المستقبل، وتجهيز الطالب في ارض الميدان، في الميدان، وحتى مثلا في التعليم ومعلومات الطالب وتجهيزه في الميدان العملي، مثل ما قلت انه يكون الطالب جاهز حق المرحله الجديده اللي في الحياه. أشكر كل من ساعدنا ودعمنا من أهل وأحباب، وما أنسى فضل الوالدة الكبير علينا، ونفس الشيء فضل أساتذتنا ودكاترتنا، دكتور حسين، دكتور مهند ساهم وايد، دكتور عماد ساعدونا كثير في الدراسة، وإن شاء الله طموحنا نكمل في الماجستير والدكتوراه خلال مسيرتنا إن شاء الله بالهندسة. أهني بناتي الخريجين وأبنائي الخريجين، وأنا اليوم أسعد إنسان بتفوق ابنتي. إنزين، الله يوفقها إن شاء الله في مسيرتها العلمية إن شاء الله والعملية، والله يوفق إخواننا الخريجين إن شاء الله، وهم سندا لها الوطن إن شاء الله. وهذا فخر لي إن اليوم أنا ارتديت وسام الفرح. مشاهدينا، نظم مستشفى الشرق في إمارة الفجيرة بالتعاون مع جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للقلب، حيث تم من خلالها التطرق للعديد من الجوانب وأيضا المواضيع المهمة للحفاظ على صحة القلب العامة. مزيد من التفاصيل مشاهدينا نتابع معاكم في التقرير التالي.
اليوم في صدد محاضرة توعوية كانت طبعا بالتعاون مع مستشفى الشرق، حملة بالنسبة ليوم القلب العالمي. وصراحة هذا الموضوع كتير مهم جدا، وإحنا بنتمنى طبعا أنه يصل هذه الرسالة لجميع الناس، أنه عملية الفحص لازم تكون بصورة دورية للكل نظرا لظروف والحالات النفسية والضغوط اللي الناس بتعاني منها. صار أغلب الناس بتعاني من مشاكل في القلب وهم مش منتبهين لهذا الموضوع بسبب ارتفاع الضغط ومؤثر على حياتهم الاجتماعية، سواء من الحياة النفسية أو بالتعامل مع الأشخاص. فاكتشفنا أو إحنا عمليتي هي المتابعة بصورة دورية لهذه الفحوصات، لأنه مجرد إنه متأكد إنه القلب عنده شغال بكفاءة عالية تلاقي فورا ابتسم للحياة، بدأ يعطي بصورة أكثر من المستوى اللي كان عايش فيه. مجرد إنه كان في عنده خلل أو في عنده بداية ألام أو مشاكل صحية في القلب، فعملية إني نحن نبدأ فيها بالعلاج من المرحلة الأولى أحسن من نوصل لمرحلة متأخرة قد يكون فيها عملية العلاج صعبة بالنسبة له. فإحنا بصراحة شاكرين وندعو جميع الناس للمشاركة في هذا اليوم، لأنه هذا التوعية بصراحة هي ابتسامة إحنا بنحاول نزرعها لكل الناس. إجاني إيميل عبر الجامعة على موضوع مبادرة حول الفحوصات، وحبيت أشارك فيها تقريبا سنويا أشارك فيها. ونشكر طبعا مستشفى الشرق على هذه المبادرة الجميلة، ودوما أنا أحب الفحوصات هذه، كل سنة ممكن في تغير أفضل ولا أسوأ، والحمد لله الأمور تمام والفحوصات ممتازة. صراحة اليوم العالمي للقلب يعني أن الحياة بدون قلب ما في حياة، والقلب شيء أساسي في الحياة لأنه هو اللي يعطي الدم والحياة كلها في القلب. نفذت إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية أبوظبي حملة تفتيشية موسعة شملت عدد من المواقع الإنشائية في العاصمة وأيضا ضواحيها، وذلك بهدف تفقد مدى التزام تلك المواقع بتوفير كافة المتطلبات والاحتياطات اللازمة لمنع اندلاع الحرائق والمحافظة أيضا على سلامة العاملين والمجتمع. شاهدين الحديث أكثر عن هذه الحملة التفتيشية، ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة المهندس الأستاذ فرج علي معيني، رئيس قسم التوعية والتواصل في بلدية مدينة أبوظبي. مساك الله بالخير أستاذ. مساك الله بالنور والسرور. حياك الله أستاذ. بداية لو تخبرنا أكثر عن هذه الإجراءات اللي كانت في هذه الحملة التفتيشية وأيضا الهدف منها. حرص بلدية مدينة أبوظبي على سلامة الأعمال والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، نظمت بلدية مدينة أبوظبي حملة وقائع من الحرائق في المواقع الإنشائية. الهدف الرئيسي من الحملة هو تحقق التزام المقاولين والمستشارين بمتطلبات الوقاية من الحرائق في المواقع الإنشائية. يعطيكم العافية. حملة العدد من الزيارات التفتيشية في مدينة أبوظبي، وعمل ورشة توعوية بخصوص متطلبات الوقاية من الحرائق. صحيح. أيضا أستاذ لو نتحدث عن المناطق التي شملتها هذه الحملة التفتيشية. طبعا الحملة شملت جميع المناطق في مدينة أبوظبي وضواحيها، واللي استمرت لمدة 5 أيام. خلال الحملة تم إصدار عدد من الإنذارات والمخالفات للشركات الغير ملتزمة حسب قوانين البناء والإنشاء في مدينة أبوظبي ومتطلبات السلامة من الحرائق. يعطيكم العافية أكيد أستاذ على قيامكم مثل هذه الحملات التفتيشية، يعني نفس ما ذكرت الهدف منها هو دائما توعوي وأيضا الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع وبالتحديد أيضا العاملين. كل الشكر لك على هذه المداخلة المهندس فرج علي المعيني، رئيس قسم التوعية والتواصل في بلدية مدينة أبوظبي. يعطيك العافية. الله يعافيك. حياك الله أستاذ. يعطيك العافية مشاهدينا، والحين بننتقل معاكم ونتعرف على تفاصيل أكثر في فقرة ترند في دار السعادة. حياكم الله معنا مشاهدينا من جديد. أما عن تفاصيل أخبارنا في ترند في دار السعادة وفي خبرنا الأول، كتب سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: التعليم عماد التنمية وروح التقدم وأساس البناء، وهذا ما تؤمن به دولة الإمارات،
وتسير عليه وتخطط من خلاله لحاضرها ومستقبلها، وتقديرا للموقع المحوري للتعليم في رؤيتنا التنموية، وامتنانا ووفاء لكل القائمين على المنظومة التعليمية، نعتمد يوم 28 من فبراير من كل عام اليوم الإماراتي للتعليم، تخليدا لليوم الذي شهد فيه الشيخ زايد رحمه الله تخريج أول دفعة من المعلمين من جامعة الإمارات عام 1982. أكيد مشاهدينا كان هناك تفاعل كبير من رواد منصة إكس على ما كتبه سيدي صاحب السمو، حيث علق بمايد: المعلم الناجح هو أهم أعمدة بناء التعليم الناجح، وأنت معلمنا. وأيضا كان هناك تعليق من حمدة على منصة إكس حيث قالت: بفضل من الله ثم بفضل جهودكم الدائمة أصبح وطننا هو وطن العلم والطب والكرم، حفظك الله ورعاك سيدي، اللهم آمين. أما مشاهدينا عن خبرنا الثاني، يحتفي العالم اليوم 30 سبتمبر 2024 باليوم العالمي للبودكاست، حيث شهد في الآونة الأخيرة نموا هائلا له، وتحول هذا الشكل من المحتوى الصوتي إلى ظاهرة ثقافية اجتماعية لقوة هذه الوسيلة الإعلامية الجديدة اللي يعتبرها الخبراء بأنها العصر الذهبي الثاني للإذاعة المسموعة، عبر رواد منصة إنستغرام عن إعجابهم بالبودكاست المفضل بالنسبة لهم، حيث علق عمر: بودكاست الدكتور ياسر الحزيمي هو الأفضل. وأيضا جاء تعليق من روضة حيث قالت: بالنسبة لي أفضل بودكاست حاليا فنجان. مشاهدينا، أما عن خبرنا الثالث والأخير، تساقط الرذاذ على وادي مي في إمارة الفجيرة وبعض بعض مناطق الساحل الشرقي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهطول أمطار غزيرة على خطم الشكلة في مدينة العين وعلى عدة مناطق أيضا في إمارة رأس الخيمة منها منطقتان رمس والدقداقة، كما جرت الأودية ونزول الشلالات على وادي غليلة، عبر أكيد المتابعين عن سعادتهم بنزول أمطار الخير، حيث علقت سارة: اللهم صيبا نافعا، اللهم آمين يا سارة. أما أحمد الهاشمي فقد علق وقال: ما شاء الله. مشاهدينا، كانت هذه أخبارنا في فقرة ترند في دار السعادة، وانتم بعد تقدروا تقترحون المواضيع اللي ترغبون بطرحها في هذه الفقرة على هاشتاغ استديو الفجيرة عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للتلفزيون الفجيرة. لكن الحين مشاهدينا راح نروح معاكم لفاصل قصير، وبعدها نرجع ونكمل معاكم باقي فقراتنا ومشوارنا في برنامج استديو الفجيرة، انتظرونا. حياكم الله معنا مشاهدينا من جديد، وما زلنا بكملين وياكم فقراتنا المنوعة في برنامجكم المسائي استديو الفجيرة، والحين بنروح معاكم لفقرة متميزون. مشاهدينا، ضيفنا لليوم ممثل إماراتي ومؤدي صوتي برع في تجسيد العديد من الأدوار الدرامية وأيضا المسرحية، وتميز بصوته الجميل في أداء الكثير من الشخصيات الكرتونية العالقة في ذاكرة الأجيال. رحبوا معنا في الاستديو بالممثل والمعلق الصوتي الفنان جابر النعيمي. مساك الله بالخير أستاذ جابر، حياك الله. مساك الله بالنور والسرور، وأنا أشكركم على هاي الضيافة الطيبة، وإحنا سعيدين بتواجدك معنا اليوم. نعم. يعني أستاذ جابر، خلينا في البداية نتحدث عن موضوع التعليق أو الأداء الصوتي خاصة في المسلسلات الكرتونية. متى اكتشفت هذه الموهبة وحسيت بالفعل أنك تمتلك هذه الموهبة المميزة؟ والله اكتشفتها الله يسلمك من يوم كنت صغير، بس ما شاء الله، ما في شيء اللي يصير أقدمه هاي كل أيام يعني. وبعدين عاد أنا شفت عاد إعلان يوم كان في التلفزيون مال شعبية الكرتون، انزين، وكان شامبي كان هو اللي حاطنا أبو حامد، واتصلت فيه. أول ما اتصلت فيه كان أقلد صوت البنت، فهو يحسبني أحد من المعجبين، يعني أوصل له أحلى تحية. الزين، فأنا قلت له أني أنا جابر كذا كذا ومن مدينة العين، وقال لي خلاص سووا لي تست، وكنت معاهم. بعدين ما شاء الله سويت معد بروفات ثانية معاهم، طلع كم صوت عندي الحمد لله.
كنت معاهم من اي جزء البدايه؟ لان ما شاء الله شعبيه الكرتون ما يقارب ال 18 جزء. انا كنت وياهم من الجزء ال 14. ما شاء الله ال 14. رائع. يعني دائما الاستاذ جابر تردد وتقول ان الصوت او هذه الموهبه هي من عند الله، هي هبه ونعمه من عند رب العالمين. بالتالي كيف طورت هذه الموهبه او هذه القدره، ولا اكتفيت فقط انك تمتلك هذا الصوت وتقدر تقلد؟ طورناها الله يسلمك. حتى المسرح يعلم، خشبة المسرح تعلم، هذا أول شيء من انطلاق الفنان. والله حتى الفنان من خشبة المسرح، فالمسرح وايد قوي المسرح. نعم. يعني هو اللي تشوفه أو تحس أنه هو حسن من هذه الموهبة وطورها؟ نعم، يطورها مع النفس، مع الصوت، مع الأداء، مع المشاركة. نعم صحيح. طيب نرجع لمسلسل شعبية الكرتون. يعني أستاذ جابر أكيد الكل يعرف أن كبار وصغار يحبون هذا المسلسل، ولهذا هو ما زال مستمر، وانت قلت أنه نقطة تحول في مسيرتك. نعم. الفنية ليش؟ نعم، لأن أول شيء هالأشياء أنا حبيتها قبل، أول ما شفت لا سأقولهم، شفت التلفزيون أقول يا ليتني لو كنت أنا معاهم. أنزل. وأريد العالم تشوفني، حتى هلي كانوا يعني فرحانين يعني في هالشيء يعني. بس الشيء الثاني عادي يعني، ما اكون يعني ويا ربعي واصدقائي يعرفون اني انا كذي يعني، افتخر وايد صراحه يعني. يستانسون عادي. نعم. مرات يطلبون منك تقلد بعض الاصوات. نعم. طب خلنا نسمع يعني شو بتقلد لنا اليوم، شو الشخصيات المميزه او اللي تحب دائما تقلد صوتهم؟ نعم، احب صوت توفيق وصوت ام عليوي. هاي لكلهم في شعبية الكرتون؟ هذه لا لا، إذا طلبوا مني يعني. أم عليوي. أم عليوي سويت برنامج داخل إذاعة إمارة رأس الخيمة في رمضان، كان سويته وصدى كبير يعني، كان ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. صوت توفيق يعني يقول كيف يقول شامب مهير وقريع ضربوني وما عرفوا وين أسير. في أشياء كثيرة يعني عندك بعد، حتى يوم ليك. يوم قلت بعد يوم يقولكم باللغة العربية يعني، حتى كنت في إذاعة رأس الخيمة قال قلد لنا مال الأمور يعني شو الآلي، يوم أقول مرحبا بكم في هذا اليوم الرائع والجميل، مرحبا بكم في الإعادة والقدومة، إذا أردت التحدث إلى موظف البدالة الرجاء الضغط على الرقم 1، رقم 2، أو أردت الرجوع للقائمة الرئيسية. كنت يعني نفس الأمور يعني، وتم الواحد يشجعوني يعني أكثر. رائع. يعني ما حصرت نفسك أستاذ جابر نقول في مجال معين؟ لا، رائع يعني مسلسلات كرتونية. نعم. وأيضا تقليد بعض نقول. نعم. أصوات بعض المتعارف الأصوات. عليها عند. نعم. الناس. طيب خلنا نروح لعالم الدراما. نعم. وشاشة التلفاز. نعم. والأدوار أو المسلسلات اللي شاركت. نعم. فيها لو تكلمنا عن البعض منها. أنا شاركت في مسلسل بن صوغان، وشاركت في مسلسل بعد أيضا مسلسل بيت القصيد، كان مسلسل قوي هذا رمضان اللي طاف. صحيح. نعم، وكان حتى المخرج الجميل باسم شعبه، واشكر بعد الفنان الكبير سلطان النيادي ابو محمد، هو اللي اتاح لي هاي الفرصه، وانا طبعا ولدهم مسرح العين انا وياهم طبعا، واشكرهم. وايضا الفنان سعيد سعدي، هم اللي اتاحوا لي يعني في هذا الشيء، وما يقصرون معانا يعني بامانه. فمن المسرح انت هنا تنطلقي للتلفزيون بأمانة يعني، من المسرح أنت تنطلق دايركت. يعني هو تشوفه أستاذ جابر هو أفضل انطلاقة. نعم. المسرح اللي. نعم. يوديك لعالم. نعم. الدراما وشاشة التلفاز. نعم. طيب نتكلم عن أعمالك المسرحية وأكثر الأعمال المسرحية اللي شاركت فيها وما زالت عالقة في الذاكرة. والله شاركت في الشبح الظريف المسرحية في الشارقة، وشاركت أيضا في مسرح في مسقط في عمان، كان معاي الفنانة أمل الأشخري، وخضيت حتى المركز الثاني ما شاء الله. نعم، وحتى في كثير يعني من المسرحيات أنا كنت معاهم وكلهن كانوا الحلوات بمانة. فكنت في مسرحية اللي دوم كنت تعجبني، كان المسرحية هي ترد لي عالم 1900 ويعني يقولي 80 أيام الحاجب يكون مع الملك، فكنت أنا الحاجب والدور وايد حبيت. أول كنت مش عايبني بس بعدين حبيت الدور. حبيته. يوم يقول أي عند الملك أقول له مرحبا يا سيدي إنها الملكة
لا تسمع الكلام في هذا اليوم يا إلهي. لقد ربحنا فوايد يعني، فإذا تعلق وايد مشكلة. ما شاء الله ببدل بعدين خلاص، ما برد نفس المود القبلي. فهاي وايد أحبه يعني، كانوا قالوا هاي جابر وايد تركب لك بومان، هاي اللي حبيت أكثر وحدة بومان. ظلت معاك دائما. نعم. يعني تحبها أو دائما تستذكرها. نعم. وظلت عالقة في الذاكرة. نعم. نعم. طيب نرجع للدراما، أستاذ جابر ما شاء الله تجهز عمل درامي في رمضان لو تكلمنا عنه، وإن شاء الله الممثلين اللي راح يكونوا معاك. الممثلين إن شاء الله بيكون شيء جميل إن شاء الله. أوكي، يعني تعتبرها سر أو مفاجأة؟ مفاجأة. ممثلين بيكونوا من دولة الإمارات، بيكونوا ممثلين من مصر. نعم، ممثلين جميلين، والمسلسل بيكون قوي جدا، والكاتبة والمخرجة منى الظاهري وهبة الصياغ. طبعا هم أبدا مش مقصرين معاي، وعندي أصور يعني مسلسل كرتوني حق بعد حق رمضان هذا، حق رمضان الأيام القادمة، حق رمضان هذا مسلسل كرتوني يتكلم عن دولة الإمارات. حلو. وفي نفس الوقت كوميدي، بيكون فيه الهامتارو، بيكون فيه يعني نفس يعني الحيوانات اللطيفة ونفس البومة وهذه هالأشياء. 30 حلقة بكون أنا معاهم، أقلد صوت البنات، أقلد صوتي العادي، أقلد صوت المدرس، أقلد صوت ما شاء الله أكثر من شخصية، صوت السوداني بكون. انزين، هذا اللي بكون وياه. فالمسلسل الدرامي القوي بيكون ينعاد ل 1980، بيكون مسلسل قوي إن شاء الله. إن شاء الله ننتظر يعني. وأتمنى النجاح لنا ولكم. إن شاء الله أكيد. نعم. يعني ما شاء الله أستاذ جابر، أنا اليوم أشوف قدامي شخصية ما شاء الله متعددة المواهب من العديد. نعم. من الجوانب، وأيضا النواحي خاصة الفنية، مسرح. نعم. دراما، تعليق صوتي في المسلسلات الكرتونية وغيرها. لكن نعم. أنت وين تشوف الصعوبة؟ مع أنه ما شاء الله أتوقع موهبة نفسك. نعم. ما راح تحصل صعوبة، لكن وين تشوف الأصعب؟ التمثيل. نعم. أو التعليق الصوتي؟ التمثيل. ليش؟ التمثيل أصعب، لازم تكوني أول شيء يوم تقرين النص لازم تعيشي الكاريزما، لازم تكون في النص في كاريزما لازم تعيشينها، يمكن المخرج هالكاريزما ما تعيبه، لازم تبدلين، وفي أوقات طويلة في التصوير. صح، والبروفات والرشة واللبس، ويعني على أدق الأشياء. أما الصوت يكون خلف الكواليس ما في أي مشكلة، بس بعد تندمج في الشخصية، اندمج لازم عشان توصل للمشاهد الرسالة. نعم. من هذا الصوت فعلا. نعم. نعم. والدراما الإماراتية عليها صعود 100%. الحمد لله. صحيح، عليها صعود 100% ما شاء الله تبارك الرحمن، وزادوا المنتجين والمخرجين تبارك الرحمن. نعم. فعلا يعني من إجابتك هذه أنت قاعد تاخذنا للسؤال اللي كنت أسألك إياه الحين، عن تطور مجالات الفنون في دولة الإمارات العربية المتحدة، كيف تشوف هذا التطور أستاذ جابر؟ تطور رائع وجميل، نوصل حتى الرسالة للكرة الأرضية كلها، أن يعني الإمارات غير الحمد لله. نعم، والله يحفظ شيوخنا يا ربي. الله يحفظ شيوخنا يا ربي، حتى يعجز لساني عن التعبير يعني بمانة يعني. فالحين أحسن من قبل بمئة مرة في التلفزيون بالأداء، يعني شايف تطور واختلاف كبير. اختلاف كبير جدا. نعم الحمد لله. طيب غير المسلسل اللي قاعد تجهز إن شاء الله لشهر رمضان، وأيضا المسلسل الكرتوني. نعم. شو الأشياء الأخرى أستاذ جابر اللي قاعد تجهزها نقول في الأيام إن شاء الله القادمة ما قبل رمضان؟ ما قبل رمضان إن شاء الله، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، أنه بيكون عندي برنامج، يكون برنامج إن شاء الله خاص فيه، بس يعني إعلامي أو مذيع في البرنامج ولا؟ مذيع بكون إن شاء الله في البرنامج. ما شاء الله. نعم. بس شكلك ما تبى تكشف عنه بعد الحين. لا هاي جارنتي، هاي بتكون إن شاء الله. إن شاء الله. نتمنى لك أكيد كل التوفيق في كل المجالات أستاذ جابر، سعدنا جدا بهذا اللقاء. أنت موهبة إماراتية متميزة، سواء في مجال التمثيل، المسرح، الدراما، وأيضا التعليق الصوتي. كل الشكر لك الممثل والمعلق الصوتي وأيضا الفنان الإماراتي المتميز جابر النعيمي. شكرا لك أستاذ، يعطيك العافية. شكرا لكم أنتم أيضا. نورتنا. الله يحفظكم، وشكرا للمخرج والأخوة في الكواليس. تسلم، يعطيك العافية. الله يحفظكم، شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا ومشوارنا المسائي في برنامج استديو الفجيرة. اتريونا.
حياكم الله معنا مشاهدينا من جديد، وما زلنا مكملين وياكم فقرات برنامج استديو الفجيرة، والحين بروح معاكم لفقرتنا الختامية حديث الفجيرة. حقق المزارع أحمد الحفيتي إنجازات بارزة وعديدة في المشهد الزراعي في إمارة الفجيرة من خلال زراعة الكاكاو ومجموعة أيضا متنوعة من النباتات الاستوائية لتعزيز مصادر الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، محولا هذا الشغف والحب إلى مشروع زراعي مزدهر. شاهدين الحديث أكثر عن هذه الإنجازات وبالتحديد في المجال الزراعي، يسرنا أن يكون معنا في الاستديو مؤسس مشتل وادي دفتة الأستاذ أحمد الحفيتي. مساك الله خير استاذ، حياك الله. الله بالنور، يا مرحبا، نورتنا صراحه وسعيده بوجودك معنا اليوم. ما شاء الله استاذ احمد انجازاتك وايد، العديد من المقالات عنك، العديد من اللقاءات، وما شاء الله الحين انجاز جديد وهو شجره الكاكاو. ليش بالذات الكاكاو؟ والله صراحه انا كل جربت كل الاشجار. هي ما شاء الله عليك، كل الاشجار. ليش الكاكاو؟ هذه قصه الكاكاو قصه. كنت في سريلانكا وشفت الثمره، لأن على فكرة هالثمار ما بتحصلوها في السوق الخضار أو الفواكه عندهم في أي هذه الدول اللي تنتجها، لأنها تشتريها شركات بالكامل ويروح لهم يعني كمواد خام. بس بالصدفة أنا حصلت في أحد القرى هذه الفاكهة وشريتها فجربتها، زرعتها هذه قبل سنتين. طبعا ليش اخترتها؟ لسببين رئيسيين. السبب الأول هو طريقة زراعتها سهلة جدا، يعني الإنبات فيها مثلا هذه فيها 20 حبة بذرة. انزين الإنبات 100%، يعني ما شاء الله، لأن معظم الأشياء اللي نزرعها ممكن يكون فيها الإنبات 70% 80 90، هذه 100%، يعني كل بذرة تطلع، ماشي بذرة ما تطلع، والحمد لله سريعة النمو، سريعة جدا. يعني أنا عندي شتلات زرعها من سنة، هذه سرعت من شهر وما شاء الله صارت أطول عنها. النعم. أي. انت بديت استاذ احمد من سنتين في المشروع شجره الكاكاو ولا تقريبا؟ يعني هي ركزت عليها السنه. السبب الثاني طبعا هو المردود الاقتصادي، معروف يعني ما في حد ما ياكل كاكاو. الكاكاو طبعا مو بس في الشوكولاته، يستخدم في صناعه مواد الغذائيه كثيره مثل زبده الكاكاو وغيرها، فمردود اقتصادي كبير يعني، وله فوائد صحيه كثيره للكثير ما يعرفونها يعني، ما شاء الله، فمفيد فعلا ماشي يعني. طيب نتكلم استاذ احمد كيف البيئه بالتحديد في اماره الفجيره، العوامل البيئيه. نعم. التربه ايضا كيف الاماره ساعدتك على نجاح هذا المشروع الزراعي؟ شوفي انا جربته في المنطقه الجبليه وجربته في المنطقه الساحليه، طبعا في المنطقه الساحليه نجحت هنا عندنا في الفجيره لان التربه طينيه وكذلك الرطوبه، فهي تحتاج الرطوبة كثير، ففي الفجيرة ما شاء الله نموها جيد جدا. نعم، بس تحتاج مشكلتها ظل في الصيف، نوفر لها ظل أو نزرع بين الأشجار. يعني هي تزرع أفضل في الشتاء ولا في أي فصل؟ زرعيها في أي مكان، بس عادي. في الصيف لازم تحميها من الحرارة، يعني ما أقدر أزرعها تستخدم ظل أو مكان في ظل. نعم، يعني ممكن نسويها فقط ماء، يعني ما تحتاج محميات مبردة أو مكيفة، فقط تبقى الجرين نت اللي تحطه فوقها فقط. صحيح. نعم. طيب ما شاء الله استاذ احمد، يعني اللي يعرفك منذ بداياتك وانت مؤسس وصاحب مشتل وادي دفته يعرف ان انت ما شاء الله يعني تزرع العديد من الانواع. نعم. يعني في وايد انواع داخل البلاد، في حتى يمكن ثمار ونباتات غريبه، بالتالي انت اكيد من الاشخاص اللي شجعوا على الابتكار والتجديد في مجال وقطاع الزراعه بالتحديد. مدى اهميه هذا التجديد والابتكار في هذا المجال بالتحديد؟ طبعا الابتكار هو في كل المجالات مطلوب أكيد، وخاصة في الزراعة، لأن هو الابتكار أنك تحاول تقلل التكلفة في إنتاج أي شيء وكذلك تحسن الجودة، والحمد لله حكومتنا تشجع على الابتكار. الحمد لله. وتشوف الحين جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي فيها جائزة. صحيح. للابتكار الزراعي، فشجعوا في جوائز مزجية يعني للناس اللي يبتكرون أشياء في النظم الزراعية، ابتكارات أي شيء في طريقة لتحسين الجودة، في أشياء كثيرة بالطرق يعني. شاركت أستاذ أحمد في هذه الجائزة من قبل؟ كان لك مشاركات أو ناوي تشارك إن شاء الله؟ والله أنا كرموني من أفضل واحد من أفضل المؤثرين في المجال الزراعي. نعم صحيح، أنا شفت هذا التكريم. نعم.
يعطيك العافية. الله. طيب نروح أيضا إلى موضوع آخر تهتم في دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة والقيادة الرشيدة الله يحفظهم، تحقيق الاكتفاء الذاتي وأن ننتج بذور وأيضا ثمار محلية داخل الدولة. مدى أهمية أستاذ أحمد تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة أنك ما شاء الله مزارع وصاحب مشتل أيضا؟ نعم، شوف الاكتفاء الذاتي الحين كل الدول تحتاجه، لأن عدد السكان يزيد، وكذلك الأراضي الزراعية تنكمش تقل يعني، فالناس يحتاجوا غذاء. صحيح. وكل دولة احنا لاحظنا هذا في الكوارث، مثلا مرض كورونا نعتمد على أشياء نزرعها عندنا في البلد يعني، فالاكتفاء الذاتي مهم جدا لأي دولة، فلازم نعتمد على أنفسنا مثل ما كنا أول، كان عندنا اكتفاء ذاتي في كل شيء، وكنا صح. ناكل من اللي نزرعه، مو مثل الحين كله مستورد وكله ناكل يعني. تصور لو انقطعت الامدادات عنا فكيف نعيش؟ فعلا ما في الا نعيش على الاشياء اللي نزرعها داخل الدوله. نعم صحيح. فهذا بالتالي الاكتفاء الذاتي مهم، وكل الدول تسعى له، وحكومتنا ما شاء الله تشجع على اشياء الاكتفاء الذاتي والاستدامه. نعم فعلا. طيب نرجع لشجره الكاكاو او نبته الكاكاو، هل في اكثر من نوع استاذ احمد ولا هو نوع واحد؟ والله هي ثلاث انواع بس تقريبا نفس الشيء، في اللون احمر واسامي غريبه يعني، هي ثلاث انواع لعرفها يعني، بس هي متشابهه يعني. هذه الثمره هي بذور الكاكاو داخل هاي الثمره يعني، لو قصيناها بنحصل البذور. البذور والبذرة عليها طبقة حلوة، والكاكاو والبني طبعا طعمه ما بحلو طبعا، وله بروسس معين يعني عشان يسوي الكاكاو، يعني ما نقدر ناكله إذا طلعنا مباشرة من لا 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 ما يؤكل، لأن لازم يتخمر وبعدين يتجفف وبعدين يتحمص وبعدين يطحن، والتخمير هو التميز يعني. أنت تشوفي كثير من الشوكولاتة والكاكاو صح، وكل طعم يختلف، فهي طريقة التخمير وكيف طريقة التحضير والسكر وإضافة السكر، لأن بدون سكر ما تقدري تاكلي. لأنه وايد مر صح؟ نعم. طيب ما شاء الله يعني أستاذ أحمد أكيد هذا المشروع له نتائج مثمرة، وأيضا نقول جانب إيجابي على الزراعة في إمارة الفجيرة وأيضا في الإمارات الأخرى، لو تحدثنا عن هذا الجانب. والله هو شو الجوانب كثيرة طبعا، منها الثقافة والتعليم يعني، كثير من الناس ما يعرفون ياكلوا الكاكاو والشوكولاتة بس ما يعرفوا كيف يجي، فلما يشوفوا الشجره وكيف الكاكاو ونراويهم كيف من البذوره، هذا بروحه تعليم وتثقيف. ثانيا طبعا يفيد في الاقتصاد على الاقل الاكتفاء الذاتي حتى للصناعه المنزليه يعني، عرفت كيف يعني؟ ما بقول احنا بننتج طبعا انتاج كبير، صحيح، انتاج على الاقل يكفينا يعني، وبعدين بيشجع على السياحه الزراعيه يعني. انا بعد ما طلعت الفيديوهات اتصلوا فيه ناس كثير ويحبوا بس يشوفوا الشجره كيف، وبعضهم يبوا يشوفوا الثمره كيف. صح. فهذا بيشجع على السياحه الزراعيه يعني الاماره. يعني ما شاء الله عليك استاذ احمد غني عن التعريف يعني، دائما مشتل وادي دفتة ما شاء الله دائما اشوف فيديوهات وزيارات لجنسيات مختلفه يعني، ما شاء الله احس دائما الناس تحب تي عندك وتطلع على الثمار اللي عندك، النباتات، الفواكه، لان انت ما مركز مثلا في نوع معين او في جانب معين، لا ما شاء الله عندك تنوع. نعم ما شاء الله داخل المشتل. لا الحمد لله، وعد ومشين على الانترناشونال العالمي ما شاء الله، وقريبا ان شاء الله مدعي الى اوغندا رسمية يعني، دعوة رسمية من السفارة، مروح نسوي تغطية للكاكاو وهالشغلات، وكذلك اتصال اليوم من بعد لي جائزة تكريم في الهند. ما شاء الله. في الهند وعلى الأشياء اللي أقوم فيها يعني. يعطيك العافية. ففي يعني مو بس محلي حتى خارج الدولة. نعم ما شاء الله. نعم. طيب أستاذ أحمد من بعد شجرة الكاكاو شو المشاريع الأخرى، التجديد، الابتكارات الأخرى اللي حاب أيضا تسويها في مشتل وادي دفتة؟ والله شوف إحنا في المشتل طبعا هي الفكرة إن التجارب والتعليم، نشر الثقافة والوعي الزراعي للناس يعني، وكذلك التجارب، نسوي تجارب على الكاكاو يعني. أنا زرعت تقريبا كل شيء، مو بس هذا، حتى المكسرات عندك. ما شاء الله. نعم المكسرات، النباتات العطرية، النباتات البرية، النباتات المائية، أي شيء تخيلي زرعته، كل الأشجار الاستوائية عندي. وطمحي أطمح أن يكون في الفجير على الأقل تكون مزرعة بوتانيكال جاردن اللي هي نباتية، تشوفيها بالدولة الآسيوية دائما تسمعي بوتانيكال جاردن، يجمعوا كل وكل البهارات عندي بعد مجمعينها وزارعينها. نعم فبتكون متنوع، وأنا مريت على كل البوتانيكال جاردن في الدول هذه الآسيوية، التنوع عندي فكرة عنهم.
طبعا التنوع عندي اكثر عنهم لان احنا دولتنا مفتوحه كل الدول، يعني بجار من افريقيا من اسيا من اوروبا، عندنا تنوع اكثر عنهم. يعني لو رحت لاي دوله اسيويه بتشوف الاشجار عندهم محدوده، لما يجوا عندي يشوفوا نباتات اول مره ما يعرفوها. فبيكون التنوع في هذه المزرعه ان شاء الله بتكون في الفجيره، وبديت فيها شويه شويه، فان شاء الله بتكون يعني جيدة حق السياحة الزراعية في الإمارة إن شاء الله. أستاذ أحمد، من بداية المشروع لين اليوم وسعت في المكان، غيرت، احتجت نقول أرض زراعية أخرى، احتجت مزرعة أخرى ما شاء الله؟ طبعا أنا بديت في مشتل في الدفتة، واحتجت طبعا مزرعة، أنا استأجرت مزرعة في الفجيرة، فأنا بتكون ما شاء الله يعني في الفجيرة، في مزرعة في الفجيرة منطقة إن شاء الله. مرشيد بتكون هنا المزرعة، لأن الجو هنا مناسب لكل الزراعة الاستوائية عن تجربة يعني، فان شاء الله بتكون في الفجيره ان شاء الله. نعم. يعني بيكون في دفته وان شاء الله بعد نعم من الانتاج، وهناك البيع مكان البيع ما شاء الله. نعم. شو توجه اليوم للشباب استاذ احمد اللي حابين يدخلون المجال الزراعي، او يمكن يشوفون ان المناخ او الطقس فيه صعوبه، كيف تشجعهم انه بالفعل يقدر يصير مزارع اماراتي ناجح؟ والله شوفي، يعني نقول ما شيء مستحيل. صحيح. الواحد يجرب ويكون دائما إيمانه بالله قوي، يعني إن أنا يوم أزرع هالشجرة أكثر يقول لا ما تنجح، يعني من بدايته جرب. صح. يعني على طول يقول ما تنجح، لا جربها يا أخي بتنجح. وأنا على فكرة إذا يعني نوع من نوع الشجر ما مثلا ما نجح، يبقى من بلد ثانية، يبقى من دولة ثانية نفس النوعية بصنف، لأن هي العائلة. يعني مثلا النخيل، شوفي أصناف النخيل كثيرة، الموز. صح. أصناف كثيرة، فجرب كل أصناف، في أصناف تنجح وفي أصناف ما تنجح. فعلا. فأنت تجرب. فأنصح الشباب كلهم، مزارع ما شاء الله في الجيرة موجودة، بس للأسف معظمها يستخدم كاستراحات. أنا أفضل يكون فيها إنتاج زراعي ويستفيدوا منه. وإنتاج محلي. نعم إنتاج، وتخصصوا في الشيء. يعني ما كنا نزرع نفس الشيء، أو يكون مثلا زرع عشرة من كل نوع، لا انتج واحد، ينتج مثلا موز. صحيح. واحد يعني في فاي. وصلت اكيد استاذ احمد متخصص. نصيحتك لليوم، وانت ما شاء الله عليك مزارع اماراتي ناجح، لك العديد من المشاريع الزراعيه والابتكارات العديده في مشتل وادي دفته، كل الشكر لك على هذا التواجد وعلى هذا الحوار الشيق والممتع. الاستاذ احمد الحفيتي، مؤسس وصاحب مشتل وادي دفته، شكرا، يعطيك العافيه. حياكم الله، نورتنا. حياكم. مشاهدينا، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، انتظرونا غدا بإذن الله، ولقاؤنا يتجدد معكم بمواضيع جديدة وضيوف مميزين. ونذكركم بإمكانكم تتابعونا عبر صفحات تلفزيون الفجيرة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ومتابعة أيضا البث المباشر عبر تطبيق تلفزيون الفجيرة. وإلى أن نلتقيكم مجددا في حلقة جديدة من استديو الفجيرة، تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، دمتم في رعاية الله.